هذا ما أصاب أهل الكوفة. هن زيتهم انقلبوا. لذلك كثير من الناس هلا بيتفاجئوا لما نقول لهم نحن انه الشمر اللي بنلعنه ليل نهار، اذا قلنا للناس انه هذا مقاتل كان يحمل السيف تحت لواء علي بن ابي طالب في معركة صفين، في بعض الناس بيقولوا يس شو هالحكي، وان شئت بزيدك كمان. شمس هيدا ابن ربعي هذا كان من المقاتلين اثناء بمعركة كربلاء، بحدثه لمسلم بن عوصجة بقول له بتتذكر انا من بعرفك ولو ما كنا مع بعض، نحن كنا مع بعض باذربيجان عم نحارب. انقلب على عقبه، قلب، هذا مرض. شريح القاضي انقلب، عمر بن سعد انقلب. لا ينقصه الفقه والعلم، تنقصه التقوى والورع.